يومك بلد صوت لها جرح القديم. يومك بلد يومك بلد صرنا لها أنا وشوقي. فنان العرب الفنان القدير محمد عبده. بالمناسبة يعني قبل ما نتكلم عن سيرة وتر، ألف سلامة على فنان العرب الفنان القدير محمد عبده، وإن شاء الله يرجع إلى كل جماهير ومحبيه بصحة وسعادة وعافية يا رب، يعني وعكة صحية بسيطة وإن شاء الله يقوم منها بالسلامة. اليوم حنتكلم على أغنية المعازيم، هذه الأغنية الشهيرة من بداياتها حتى اليوم، الأغنية اللي مع مر السنوات واختلاف المراحل والأزمنة والأجيال ما زالت حاضرة إلى اليوم. إذا محمد عبده بيسوي حفل بكرة بيطلبها الجمهور علشان يسمعها يغنيها، وظلت حاضرة وهي من الأغاني الخالدة بشكل كبير جدا. هذه الأغنية من كلمات الشاعر الكويتي فائق عبد الجليل رحمه الله، وسيحكي لنا قصة هذه الأغنية ابن الشاعر اللي هو فارس فائق عبد الجليل، له كل الشكر والتحية والتقدير. خلونا نسمع إيش قال عن قصة هذه الأغنية ونرجع نعلق. هذه القصة والمعلومات أول مرة أرويها لبرنامج يا هلا بالعرفج، هذا البرنامج المميز اللي يمتلك شعبية ونسبة مشاهدة عالية عندنا بالكويت، وهذه بجهود القائمين عليه وعلى رأسهم عامل المعرفة الأخ العزيز أحمد العرفج. قصة المعازيم قصة واقعية حصلت في الكويت في بداية الثمانينات. بطلها الحقيقي شخص بسيط رواها الوالدي بحكم المعرفة الشخصية اللي تربطهم، ولا كان في نية هذا الشخص أن يطلب من والدي أن يكتب قصيدة في الموضوع، ولا في نية الوالد الله يرحمه في الأساس أن يكتب قصيدة في الموضوع اللي سمعه من الراوي. كان الموضوع شخصي عبارة عن نوع من الفضفضة من صديق إلى صديق لكي يعيد التوازن النفسي العاطفي بعد الموقف الغير متوقع اللي حصل له. طبعا كل المعلومات اللي قاعد أذكرها هي أتت أمامي بالصدفة، يا أما سمعت والدي يتكلم بالتليفون أو يكلم صديق عنده أو ضيف زائرة أو أحد المحيطين فيه، ويا سبحان الله سكنت الذاكرة، يعني ما حتى ما عرفت أربط ما بين هالمعلومات إلا تالي عقب ما تم أسر الوالد واستشهاده، وتميت أربط في المعلومات فوجدت أنها شكلت صورة معينة عندي عن هذا العمل اللي هو المعازيم. طبعا القصيدة كتبت في 83 ميلادي، وأول من سمع المطلع رحمة الله عليه الأستاذ عدنان خوج، هو ملحن العمل، سمع المطلع من الوالد يوم أقبلت واختار على طول قال أبي. وبعدها التقوا في لندن في نفس السنة وسمع الوالد المذهب الدخول، وعجب الوالد وكمل الوالد القصيدة بذاك الوقت اللي هي في زحمة الناس، وكان في انسجام ما بين رحمة الله عليه الأستاذ عدنان خوج والوالد، عرف يترجم النص بشكل يعني أنا أعتبر اللحن كان تحفة فنية. طبعا الجزء الأخير من القصيدة كتب في الرياض اللي هو الكوبليه يا عيون الكون، واكتملت الأغنية والأستاذ عدنان رحمة الله عليه سمع أستاذ محمد عبده، وكانت هذه الأغنية مثل ما أنتم سمعينها الآن. طبعا اسم القصيدة المعازيم كان في اعتراف من قبل منتج العمل أو شركة الإنتاج بأن اسم الأغنية أو اسم العمل غير سلس كأغنية. حاول المنتج أن يقنع الوالد بتغيير الاسم، اقترح عليه أكثر من اسم غير المعازيم من ضمنهم يوم أقبلت، لكن الوالد كان يشوف شيء ثاني في هذا الموضوع، خاصة الاسم مميز غير مستهلك أو مكرر، وكان يرى الوالد أن عنوان القصيدة لابد أن يمتلك خصوصية جمالية لتعريف النص. من الشخصيات اللي سمعت العمل قبل ظهوره للنور كان رحمة الله عليه سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز وزير الرياضة، وتنبأ الأمير فيصل الله يرحمه بأن هذا العمل سوف يحقق نجاح وراح يسكت ذاكرة المستمع الخليجي. مثل الأمل والابتسامة مهاجر رجع. كل التحية والشكر والتقدير للأستاذ فارس. وحول هذه الأغنية وقبل ما نعلق عليها في فيديو للناقد الفني الأستاذ خالد أبو منذر، نشوفه ونرجع لها.
أخطر تصريح ممكن تسمعوه حول الفن من حبيبنا الأستاذ خالد أبو منبر. أبو محمد، هل صحيح أنه أغنية لنا الله والمعازيم وليلة خميس كانت الطلال وراحت قدرة قادر محمد عبده؟ نعم صحيح. كيف؟ والله أنا حكاني هي الأستاذ طلال مداح وهي موجودة موثقة الكلام وموجود في اليوتيوب. أها. وقال يعني أنه هذه كلنا الله كانت هي كلمات الأستاذ الحفاجي والحان الأستاذ طارق عبد الحكيم في البداية وبعدين المعازيم وبعدين ليلة خميس وبعدين المعازيم. طيب هل تتصور أنها حتنجح لو أنها طلعت زي ما نجحت مع محمد عبده؟ والله نشوف. هم الاثنين عينين في رأس. يا سلام. وهم الاثنين أساتذة ولكل واحد فيهم نكهته. أها. يعني تتوقع أنها كانت حتنجح مع طلال الله يرحمه أيضا نفس النجاح؟ والله هم الاثنين قلت لك الأستاذ طلال مداح والأستاذ محمد عبده أي شيء يغنوه ناجح. كلامك جميل بس خلاص كفاية. كل التحية والشكر والتقدير للأستاذ خالد أبو منذر، التحية أيضا لفنان العرب الفنان محمد عبده ورحم الله صلة الأرض الفنان طلال مداح، وكلاهما رمزان فنيان ثقافيان سعوديان كبيران جدا. والتعليق عندك يا دكتور. الله يسعدك يا أبو يحيى. وشي أشكر أنا خالد أبو منذر الحبيب اللي دائما معانا، هو من فريق الإعداد في عرب العرفج وهو أيضا سعيدين بتواصل معانا. بعدين نرجع أيضا وأثني على كلامك على سلامة أبو نورة محمد عبده، نقول الله يرزقك الصحة والعافية، أنت قوة ناعمة لنا وللفن وللحياة. أيضا نشكر أيضا الفنان رابح صقر اللي أيضا أدى المهمة على أكمل وجه. أيضا خلينا أبو فايق الأستاذ فارس، أنا أعرف أنه قرر الظهور، قال لي أحمد والله لا أنت ولا أبو يحيى ولا روتانا ولا يا أهل العرف ما أقدر أقول لهم لا، أنا ضعيف أمامكم لأنكم تحبون الوالد. قلت نشهد أنه تربينا على ذائقة الوالد، أنا أسميها المفردة الفائقة، نسبة الفائقة عبد الجليل، فائقة تربينا عليها ترى 30-40 سنة، بدينا من أبعاد. أنا أول سمع أول مفردة أبعاد كنتم ولا قريبين، المراد أنكم دائم سالمين، هذه أول مفردة تدخل إلى أذني من المفردات الفائقية، تعال شوف. فقال لي هو أنتم تجيبون سيرة الوالد؟ قلت الوالد في ذاكرتنا ما يمكن أصلا حنا نبتعد عنه، وارسل لي كتب قصص أغاني إن شاء الله كل فترة وفترة نعرض. شوف مثلا إيش يقول أبوه لما أقول لك الله يرحمه فايق في أذهاننا، يوم أقبلت سوت لها جرح القديم، يوم أقبلت طرنا لها أنا وشوقي والنسيم، وفي نص ثاني يقول أرجوك ابعد ابعد ترى في الجو غيم. يعني مفردات جديدة أتذكرك مثل الغريب اللي يتذكر ديرته بنلتقي. أيضا طلال لازم يجيب طلال الله يرحمه وش غنانه، يقول حبيبي لا خطيت اعذرني حبيبي لا خطيت اعذرني، تعب مني التعب تعبت وتعبني وخلينا الأمل حيران، رجع لي من النسيان مين فينا ما يخطي في حالة غضب. شوف المفردة الفائقية اللي خليك فعلا تفوق يعني تتلمس نفسك. طبعا أغاني كثيرة اللي غناها غنوا له تقريبا كل الفنانين في الوطن العربي. فأنا أقول فارس اطمئن، الوالد رحمه الله في ذاكرتنا ولن يغيب طالما أنه هذا الحضور أبوك يقبل مع النسيم. جميل. طيب دكتور، يمكن أنا قلت في المقدمة وبرجع أسألك سؤال حول هذا الموضوع، أنه إيش اللي يخلي أغنية تخلد تبقى؟ يعني المعازيم متى غنيت وكتبت من ذاك العهد إلين اليوم هي مستمرة؟ لأنها تلامس فعالية اجتماعية المعازيم. يعني أتذكر واحدة من بنات خالي كل ما وصل لها مشوار تقول أحمد عندك المعازيم، أقول لها هي تقول شغلها لنا، لأنه مرتبطة بحفل اجتماعي. شوف يا أبو الكندي سألوا قالوا له هو ناقد، قال لماذا يحفظ الناس شعار المتنبي؟ قال لأنه يتحدث عن خواطرهم. متى ما قدرت يا أبو يحيى تلمس مشاعر الناس في أي شكل من الأشكال واهتماماتهم والشيء اللي يفهمونه؟ صدقني لأنه الخاصة يهتمون بالنخبة والعامة يهتمون بالعامة. دكتور شكرا جزيلا لك ونشوفك الأربعاء القادم إن شاء الله. بسم الله. شكرا للدكتور أحمد العرفج، نشوف الأربعاء القادم. قبل ما نختم هذه الحلقة بس هذا تنويه مهم، سنأخذكم إلى نقل حي ومباشر الساعة 9:30 إن شاء الله على شاشة روتانا خليجية وروتانا موسيقية لحفل بعض من ذكرياتي للشاعر الكبير تركي. هذا الحفل يعد من واحد من الاحتفالات الكبيرة جدا اللي يتضمنها موسم
الدرعية 2022 الموسم الحالي ستغني في هذا الحفل وستحضر 6 فنانات من النجمات المعروفات والكبيرات. أتحدث عن الفنانة نوال كويتية، الفنانة أصالة، الفنانة أنغام، الفنانة داليا مبارك، الفنانة أميمة طالب، والفنانة رولان. سيؤدون مجموعة من الأغاني المعروفة لهم من كلمات الشاعر الكبير تركي على مسرح ميدان الدرعية. نتمنى أن تقضوا معها وقتا ممتعا وجميلا في هذه الحفلة المتضمنة أو التي تأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية 9:30 على روتانا خليجية على روتانا موسيقى. بصوت محمد عبدو نختم حلقتنا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذتنا. أسمعنا الخير يا فرحتي محبوبتي معزومة من